اهلا بحضراتكم من جديد، ويمكن خبرنا الاهم والابرز هذا الاسبوع هو حصول منتخبنا الوطني رافع الاثقال على بطوله افريقيا بميداليات، حوالي 43 ميداليه منهم 26 ميداليه ذهبيه. والحقيقه نجح عدد كبير من التاهل لباريس 2024. مش كبير، انت ليك كوتا 6 لاعبين اللي انت بتلعب عليهم عشان يتاهلوا بنسبه كبيره. المجموعه دي اتاهلت، يبقى خطوه اخيره هنتكلم عنها، وده كان الخبر الابرز لينا ان الحقيقه هذه اللعبه المهمه جدا جدا لينا في تاريخنا الاولمبي مشاركتها القادمه في باريس 2024. في البدايه برحب بالكابتن علاء الدين حسن كامل المدير الفني المسؤول عن المنتخبات المصريه في رفع الاثقال. اهلا بك يا كابتن علاء. ازيك كابتن هيثم، ازي حضرتك؟ مبروك. الله يبارك في حضرتك. يمكن عملتوا انجازين في فتره قصيره، ثاني عالم في بطوله العالم اللي كانت في المملكه العربيه السعوديه بعد الصين طبعا الدولة الكبيرة اللي كانت مشاركة بعثة كاملة، وحصلنا على بطولة أفريقيا. كلمني يا كابتن على عودة رفع الأثقال بعد الإيقاف، واشتغلتوا إزاي وعملت إيه؟ يعني كلمني عن البدايات وصولا بقى بالإنجاز اللي إحنا عملناه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ببدأ وتشرف بلقاء حضرتك، يعني حقيقة تشرف كمان أكبر إن أنا قاعد في قناة النادي الأهلي، لأن أنا أصلا عضو عامل في النادي الأهلي، وشرف كبير قوي للنادي الأهلي، ده حاجة كبيرة جدا جدا. نورنا يا كابتن، وده بيتك ومكانك. ربنا يبارك في حضرتك. طبعا بعد مرحله الايقاف كان يعني يعتبر رفع الاثقال كنا بنحسبها ان هي خلاص ماتت، انما الحقيقه كان في حاجه لازم اشير بيها هنا. الانديه العامله في رفع في انديه رفع الاثقال المشروع القومي الموهبه والبطل الاولمبي في وزاره الشباب والرياضه والمؤسسات العسكريه وبعض الانديه اللي بترعى رياضه رفع الاثقال، هم دول اللي حيوا رفع الاثقال تاني بعد فتره الايقاف، وهم دول اللي خلوا الاتحاد المصري لرفع الاثقال يبقى عنده قاعده من هؤلاء اللاعبين يقدر يشارك فيها في بطولات عالم تحت 17 سنه وتحت 20 سنه، لغايه ما ربنا قدر واكرمنا ب يعني تشكيل منتخب بفضل الله قوي على المستوى الاول، نقدر بيه ان شاء الله ان شاء الله يعني، وده هدفنا وده انجازنا اللي احنا يعني ان شاء الله هو ده بالنسبه لنا اكبر حاجه، يعني ان شاء الله نعمل ميداليات في الدوره الاولمبيه في باريس ان شاء الله. الجميل ان حضرتك توليت المسؤوليه من كام سنه يا كابتن، او سنه كام بالظبط تحديدا؟ بعد يعني اول ما الاتحاد القائم وصل يعني سنه 11 21.